مرحبا، تدرس اي تي او كمبيوتر ساينس بس حاسس حالك مالك علاقة في الاي تي؟ طبعا هذا شعور طبيعي بسبب اسلوب بعض الجامعات والمعاهد. لما نحكي اي تي او سيستم اناليست او بروجرامر، اول سكيلز لازم تكون موجودة عندك هي الداتابيز، ولما نحكي داتابيز يعني اوراكل. طيب انت اصلا مبرمج صار لك 3 سنين او سنوات عم تشتغل على اوراكل، بس صار لك زمان ما راجعت معلوماتك، وصار لك زمان ما عرفت عن اخر فيرجنز واصدارات من الاوراكل، او ما عندك اوراكل سيرتيفيكيشنز. معي انا خالد الخضري، راح اعطيكم دوره ابدا معاكم من الصفر وحتى الاحتراف، وراح اهلكم لامتحانات الاوراكل OCA. طبعا من خلال اسلوب فيديوهات شيق راح اغطي المنهاج كامل للاوراكل يونيفرسيتي، وزياده كمان حيكون في عندي اكسرسايزز وتمارين. حطيت خبره 12 سنه في هذا الكورس. انا شاب زيكم وبعرف معاناتكم، لانه اغلب اللي بيعطوا الدورات في المعاهد او الجامعات او المراكز هم عباره عن ناس اكاديميين ما اشتغلوا بايدهم. صدقوني انه هذا الكورس بيسوى كتير كتير. ادخلوا على oracle.com وشوفوا الكورسات تبعتي قديش هاي تسوى وقديش سعرها وقارنوا. صدقوني ما راح تخسروا اي شيء، وراح تدعوني. سجل وابدأ اليوم.